Quoi de neuf santé. في كواد نفس سنتي قدموا لكم آخر الدراسات الطبية والعلمية. زيت النخيل يعزز معاودة انتشار الأورام السرطانية في الجسم. وين يحتوي زيت النخيل على حمض البالميتيك الذي يدعم الذاكرة المعززة لانتشار النقي للسرطان، ونتائج البحث قد تمهد الطريق لمسارات علاجية جديدة. وتمثل النقائل السرطانية أحد أخطر الأسباب التي تؤدي إلى معاودة انتشار السرطان في الجسم، وتشير التقديرات إلى أن النقائل السرطانية التي تنبثق عن الورم الأصلي وتنتقل إلى أعضاء الجسم الأخرى وترتبط بتطور الأورام الخبيثة الثانوية على مسافة من موقع السرطان الأساسي، مسؤولة عن 90% من وفيات السرطان حول العالم. وفي سياق ذاته ذكرت دراسة نشرتها دورية نيتشر وأجراها فريق بحثي مشترك من جامعة نورث كارولينا وميامي الأمريكتين ومعهد بحوث الطب الحيوي ببرشلونة بتمويل من مؤسسة أبحاث السرطان العالمية الخيرية البريطانية، أن امتصاص الأحماض الدهينية والأيض المتغير من سمات المميزة للانتشار النقيل للسرطان، ومع ذلك ما من دليل على كون الخصائص البيولوجية الكائنة وراءهما ولا على كون جميع الأحماض الدهنية الغذائية معززة للانتشار النقيلي أو لا. ويشير الباحثون إلى أن إضافة حفظ البالميتيك وهو أحد الأحماض الدهنية الأكثر شيوعاً في زيت النخيل إلى النظام الغذائي للفئران تؤدي إلى زيادة احتمالات انتشار سرطانات الفم والجلد لدى الفئران، ولكنها لم تؤثر على في ظهور الورم. وفي المقابل فإن إضافة الأحماض الدهنية الأخرى مثل حمض الأوليك وحمض اليونوليك وأحماض أوميغا 9 وأوميغا 6 الدهنية الموجودة في الأطعمة مثل زيت الزيتون وبذور الكتان لم تؤدي إلى ظهور تأثير ذاته. كما تشدد نتائج الدراسة على أن الأثار السلبية الضارة التي تبديها الخلايا السرطانية وتؤدي إلى عودة ظهور المرض لا ترتبط فقط بعملية التمثيل الغذائي للدهون، بل ترتبط أيضا بالتعديلات اللاجينية تتعلق بالتأثيرات الغير الجينية على التعبير الجيني أو الناشئ عنها التي تحدث في خلايا سرطانية نتيجة التعرض لحمض البالميتيك. وفق الدراسة فإن الأحماض الدهنية هي لنباتات الدهون التي تستخدمها الخلايا ومن ضمنها الخلايا السرطانية، وبالتالي يمكن الأحماض الدهنية معينة أن تسبب في انتشار السريع للنقائل في حالة وجود ورم خبيث في الجسم. والدراسة الجديدة ليست الأولى اللي ينشرها هذا الفريق البحث، إذ أجرى الفريق ذاته دراسة نشرتها دورية نيتشر عام 2017 انتهوا فيها إلى أن الورم السرطاني فيه مجموعة فرعية صغيرة من الخلايا لديها القدرة على الانتشار خارج الورم والوصول إلى الأعضاء الأخرى وداخلها، وتعتمد هذه الخلايا السرطانية المتخصصة على الأحماض الدهنية بشكل خاص. وتشير الدراسة السابقة إلى أن البروتينات والناقلات تتفاعل مع الأحماض الدهنية، أما الدراسة الجديدة فتذهب إلى أن التعرض لحمض البالماتيك يتسبب في حدوث تغييرات في وظيفة الجينات في الخلايا السرطانية، وما يتيح لها اكتشاف الأحماض الدهنية واستهلاكها بشكل أكثر كفاءة، كما أن وجود الحمض ما يدفع الخلايا السرطانية إلى تجديد طاقتها وتكوين شبكة إشارات تتجاوز الورم وتمثل خطوة حاسمة نحو الانتشار. هذا وتأكد الدراسة أنه إضافة إلى الأدلة الناشئة المتعلقة بأنه يمكن استخدام النظام الغذائي لتحسين علاجات السرطان الحالية، إذ يتم استخدام بعض العناصر الغذائية بشكل ضار للجسم من قبل الخلايا السرطانية أن تكون مطلوبة في مراحل مهمة في عملية تكون الأمراض الخبيثة ونموها، مما يساعد الفرق المعالجة عبر حذف أو إضافة مواد غذائية وفق ما تطلب حالة المريض. لكننا ما زلنا نحتاج إلى مزيد من البحث عن تأثير أنواع أخرى من الأحماض الدهنية ودراسة ما إذا كانت الالتزام بنمط غذائي معين يعتمد على الزيوت النباتية قد يحد من نمو الأورام السرطانية وانتشارها أم لا. ومن أجل التوصل إلى هذه النتائج قام فريق البحث بتحفيز خلايا حرشفية بشرية مأخوذة من مريض مصاب بسرطان قاع الفم وخلايا لمريض مصاب بسرطان الجلد عبر وضعها مع حمض البالماتيك وحمض الأوليتيك وحمض اليوتنيك لمدة 4 أيام في مزرعة قبل تلقيح الخلايا في فئران، أو عن طريق تغذية الفئران بنظام غذائي بعد تلقيحها بالخلايا دون تعريضها لأي من هذه الأحماض الدهنية مسبقا. وللتحقق مما إذا كانت التغيرات اللاجينية من خلايا السرطان تتأثر بحمض البالماتيك فيما يتعلق بهذه الذكرى النقلية، قام الباحثون بمعالجة الخلايا الحرشفية في المختبر لمدة 4 أيام باستخدام حمض البالماتيك أو حمض الأوليتيك
أوليك واليونوليك متبوعا ب 14 يوم من دون حمض البالماتيك، ولم يؤثر أي من الأحماض الدهنية على بدء الورم الأول، بينما لم تظهر الأحماض الدهنية الأخرى الموجودة في زيت النخيل مثل الأوليك واللوليونيك، وكذلك الدهون أوميغا 9 وأوميغا 6 الموجودة أيضا في زيت الزيتون وبذور الكتان مثل هذه التأثيرات. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم.